يعانون من تناقضات نعذرهم فيها نتيجة ما مرت به البلاد في السنوات الأخيرة. نريد أن نستردهم جميعا ليتعاونوا فيما بينهم ويتفقوا على شيء واحد، وهو إعلاء المصلحة العليا للبلاد. نريد أن نوضح لهم أن هذا البلد هو ملك لهم، وأنهم هم من يقوده في المستقبل، وأنه إذا لا قدر الله تراجعهم أول من يضار، وإذا تقدمهم أول من يستفيد. نريد أن نعلمهم بأن هذا، أو نفيدهم ونتفق معهم على أنه لا مصلحة لأحد في النيل من مقدرات هذا البلد، ولا سيما أنه مستهدف من الكثيرين من خارج حدوده. نريد أن ننبههم إلى المخاطر الجمة التي تتربص بنا من خارجنا، ليست مشكلاتنا في الداخل وفقط، ولا ينبغي أن ننشغل كثيرا بها عما يعني يترتب خلفنا خارج حدودنا، وهو خطر على مصر. والذي سيدافع عن مصر هم هؤلاء الشباب، والذي سيتسلم الراية هم هؤلاء الشباب. نحن نقدر اختلاف ثقافاتهم واختلاف دياناتهم، ويمكن مع كل هذا أن نتفق، نختلف فيما بيننا ويحترم بعضنا بعضا ويقدر اختلاف الآخر، ولكن شيء لا يمكن الاختلاف عليه، وهو حب الوطن وإعلاء رايته. هذا ما نريد أن يعمل الشباب من أجله على قناعة، نسمع ما لديهم بقلوب مفتوحة، نوضح لهم وصلهم خطأ، نصحح لهم كثير من الأفكار التي شوهت قبل أن تصلهم ربما عن عمد، وفهموها واستدرجهم البعض إلى مسالك. نريد أن نستردهم جميعا ليقفوا على قلب رجل واحد لبناء نهضة مصر إن شاء الله. إن شاء الله. هل إن شاء الله. يمكن إقامة مثل هذه المبادرات يا فندم وتناولها خلال الفترة القادمة أيضا؟ نحن هنا فقط نعلن عن انطلاق هذه المبادرة، إنما هذه المبادرة هي مستمرة وستنفذ في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. نحن الآن ندشنها فقط، لكن اللقاءات ستكون مع كبار القادة والمسؤولين ومن مختلف التخصصات في الأزهر وفي وزارة الشباب والرياضة، ونسعى بعد ذلك للتعامل كذلك مع وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، غيرها من الوزارات المعنية المختلطة بطوائف الشعب المصري جميعا، لنقف جميعا على أرض واحدة، أننا نعيش على أرض مصر ونستظل بسمائها، وأنه لا مصلحة ولا أمن لأحد إلا مع مصلحة الجميع ومع أمن الجميع.